قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. مسألة الصدق ليست مسألة ارتجالية، وليست وليدة اللحظة، ولا تحصل إلا من خلال عمل وتربية دائمة وعمل شاق وطويل في بناء النفس، حتى تنصقل هذه النفس وتكون قادرة على تسجيل المواقف الشجاعة ومواقف العطاء والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصدق في الحديث يختلف عن الصدق في المواقف. الصدق في الحديث قد لا يكلف الإنسان شيئا في حياته وفي ماله وفي أهله وفي نفسه، ولكن الصدق في المواقف قد يكلف الإنسان حياته وحريته وماله وأصدقائه، وقد يكلفه مما يحب الشيء الكثير. لذلك نحن نرى على طول التاريخ البشري أن الذين يصدقون في مواقفهم هم قلة قليلة. عندما نتطلع إلى كربلاء، القافلة التي خرجت مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة متجهة نحو كربلاء، ابتدأت 3000 شخص، ولكن كلما اقتربوا من كربلاء كلما تناقص العدد، حتى وصل عددهم في أرض كربلاء إلى 72 شخص. كلنا يدعي أنه صادق في مواقفه وأنه مستعد للتضحية، ولكن مسألة التضحية والصدق في الشدائد والملمات أمر صعب في غاية الصعوبة، وهذا الأمر يتطلب منا أن نعمل من الآن في أوقات الرخاء إلى تلك الساعة التي يتطلب منا موقفا صادقا، بحيث نقدم فيه ما يعز علينا من الروح والحرية والجرح وكل غال ونفيس في سبيل الله تعالى. لذلك مسألة هذه المواقف العسيرة والمواقف الصعبة والشديدة عادة ما تمثل اختبار للإنسان نفسه. كثير من الإخوة سمعتهم يقولون أننا اكتشفنا أنفسنا في هذه المواقف. ليس دائما الإنسان يكذب، لا، قد لم يكتشف نفسه، هو يظن أنه في وقت الشدة في وقت الصعوبة ممكن أن يصبر، ممكن أن يصمد، ممكن أن يقدم نفسه، ولكن حينما يحق وتأتي لحظة الاختبار ولحظة الامتحان، كثير من الناس تتكشف لهم حقائق أنفسهم بأنهم لا يمكنهم أن يصمدوا وأن يصبروا وأن يضحوا وأن يقدموا أنفسهم في سبيل الله عز وجل. لذلك ينبغي علينا نحن أن نسعى لإعداد أنفسنا، لتربية أنفسنا، لنبني أنفسنا روحياً وفكرياً وعقائدياً ومعنوياً، لكي إذا جاءت تلك اللحظة التي يتطلب فيها منا موقف الصدق مع الله سبحانه وتعالى، بأن لا نولي الأدبار
وأن لا نفر من المواجهة، وأن لا نفر من الموت، يكون لدينا القدرة على المواجهة وعلى قول كلمة الحق حتى لو كلفتنا أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأحبتنا. الشهيد علي المؤمن تميز في أنه أعد نفسه قبل حصول الحادثة وقبل الاختبار. تميز الشهيد علي المؤمن بأربع حصال. الأمر الأول الوعي والبصيرة السياسية. من عجائب هذا الشاب المؤمن أنه كان يقول نخرج هنا، يقصد البحرين، وعيوننا على القدس. لم يقتصر همه السياسي ووعيه السياسي على قضايا البحرين الداخلية والمحلية. كثير منا في خضم هذه الحرب الطائفية قد يسب فلسطين ويسب قضايا فلسطين والفلسطينيين، وكأن القضية الفلسطينية هي حصرا على طائفة معينة. لا، قضية فلسطين وقضية القدس هي مقدس من مقدسات الإسلام، لذلك واجب على المسلمين جميعا أن يدافعوا عن قضية القدس، حتى لو أن أهل القدس تخلوا عن القدس لا يعني ذلك أنه سقط التكليف عنا نحن بقية المسلمين، بل يجب علينا أن نسعى لنحرر تلك الأرض، لندافع عن المسلمين في تلك الأرض، لنطرد الاحتلال والغزاة من تلك الأرض. من الأمور التي كان دائما يتابعها ودائما يحاول أن يسأل نفسه، ما هو تكليفي الشرعي؟ ما هي مسؤوليتي؟ لذلك نجد أن الشهيد لحظة يوم 14 من فبراير قد ارتدى كفنه وتقدم الصفوف، وقد نقل لي أحد الذين كانوا معه لحظة استشهاده، قال كان يمسك بيدي ويمسك بأيدينا ونحن نتقدم في اتجاه قوات المرتزقة، وكان لكي يرفع معنوياتنا ويشجعنا كان يتكلم بكلمات أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه ابن الحنفية، قال تدفي الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك. كان بهذه الكلمات يحاول أن يرفع معنويات الشباب الذين كانوا معه، وكان يتقدمهم ويسرع بهم نحو قوات المرتزقة. الأمر الثاني والخصلة الثانية البناء الروحي والمعنوي. الشهيد المؤمن، إذا هذا الكتاب إن شاء الله يوزع عليكم فيه بعض من سيرة الشهيد، كان يتميز بكثرة محاسبة النفس، كان دائما يسعى لمحاسبة نفسه، حتى أنه وضع جدول، كتب جدول وفيه برنامج المحاسبة، محاسبة النفس، وكان وضع له برنامج عملي بحيث أنه في هذا الوقت أصلي صلاة الليل، وفي هذا الوقت أشارك في الدعاء، وفي هذا الوقت أقرأ كتاب، وفي هذا الوقت كان يهمه كثير أن يبني نفسه روحيا ومعنويا لكي يستطيع في لحظة الشدة ولحظة الملمة ولحظة الصعاب أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يقدم نفسه قربانا في سبيل الله. من الأمور التي كان يفكر فيها دوما ويتحدث فيها مع أقرانه، كيف يمكنني أن أكون ناصرا للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف.
كيف يمكن أن أكون من جند الإمام صاحب العصر والزمان؟ هذه مسألة وهذه خواطر وهذه أسئلة عندما يفكر فيها الشاب يرفع من مستواه المعنوي والروحي. لذلك هذه الخصلة الثانية التي كان يتميز بها الشهيد علي المؤمن. الميزة الثالثة هي مسألة البناء الفكري والثقافي. أنا دخلت بيت الشهيد المؤمن والتقيت مع عائلته، فوجدت مجموعة من الكتب موجودة في غرفة الضيافة والمجلس. سألتهم لمن هذه الكتب؟ قالوا هذه كل الكتب إلى الشهيد علي المؤمن. تصفحت الكتب، وجدت أنه كان يحب القراءة ولديه شغف كبير في القراءة، بل كان لديه برنامج خاص يومي في القراءة والبناء الثقافي والفكري بالنسبة إليه. الخصلة الرابعة التي تميز بها الشهيد علي المؤمن هي البناء الأكاديمي. الشهيد علي المؤمن كان يدرس في قسم الهندسة في جامعة البحرين، وقد رافقني بعض أقرانه في السجن الذين كانوا يدرسون معه في الجامعة، وكانوا يتحدثون عن الشهيد المؤمن بأنه كان مجدا في دراسته، وكان متميزا من بين أقرانه في تحصيله العلمي ودراسته الأكاديمية. نحن اليوم أمام تحديات كبيرة جدا، والتحديات التي يمر فيها أبناء شعب البحرين تتطلب أن يكون لدينا شباب يحملون وعي وبصيرة ومعنوية وثقافة كثقافة الشهيد المؤمن وكروحية ومعنوية الشهيد علي المؤمن. نحتاج إلى شباب يحملون الشهادات الأكاديمية، ونحتاج إلى شباب يحملون روحية ومعنوية عالية جدا لكي يستطيعوا أن يتغلبوا على كل المخططات والمغريات التي يقوم بها السلطات الخليفية وأعوانهم في البحرين. أنا أتكلم عن حس وعن معلومات دقيقة أن هناك مخططات كبيرة لإفساد شعب البحرين، هناك استهداف مباشر للطائفة الشيعية في البحرين، هناك ترويج للمخدرات بشكل كبير وواسع في أوساط الشباب، هناك دفع في اتجاه الإباحية الجنسية، هناك غضل الطرف، وهناك تشجيع ومساندة لكل من يساهم في نشر الرذيلة والفساد الأخلاقي في أوساط المجتمعات الشيعية. هذا يتطلب منا نهضة، يتطلب منا يقظة، يتطلب منا وعي لفهم خطط الأعداء. لماذا هم يريدون أن يفرغوا معنوياتنا وروحياتنا؟ لأن الإنسان الذي يتفرغ من روحيته ومعنوياته لا يمكن أن يصمد أمام التحديات، أصلا لا يكترث بالتحديات، لا يكترث بالتهديدات، لا يعطي الهموم السياسية والهموم الاجتماعية والهموم قضايا الأمة أي اهتمام، لا تكون من أولوياته، يكون كل همه هو شهواته وغرائزه وكيف يسعد نفسه بهذه الملهيات وهذه المفسدات. لذلك أنا أتوجه إلى كل شبابنا الثائر والمجاهد في البحرين بأن يجدوا في دراستهم وأن يحصلوا على الشهادات الأكاديمية وعلى أعلى مراتب الدراسات في الجامعات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نحن اليوم في المرحلة الأولى
من هذه الآية. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ماذا فعل الله بنا؟ أول شيء آوانا، أبعد عنا أيدي الظالمين، وجعلنا أن نعيش في مرحلة الأمن والأمان، ورفع أيدي الظالمين وسلطة الظالمين عنا. المرحلة الثانية، وهذه سنة تاريخية ووعد إلهي حتمي، إني أراه أمام عيني كما أراكم اليوم. الله سبحانه وتعالى إذا وجد منا الصدق والصبر والإخلاص سينزل علينا النصر في القريب العاجل. نحن في ذلك الوقت الذي نكون أمام المسؤولية وأمام التحدي، وعندما ينزل الله سبحانه وتعالى نصره علينا، ماذا يمكن أن نفعل ونحن لم نستعد لتلك اللحظة؟ إذا الحين الآن في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى ينزل النصر علينا، ماذا نفعل؟ بماذا نقود الدولة؟ بماذا ندير أنفسنا وشؤوننا؟ لذلك من الضروري جدا أن يكون لدينا كفاءات، يكون لدينا قيادات، يكون لدينا حملة شهادة ودراسات عليا، مخلصين، مجاهدين، واعين، يمتلكون الوعي والبصيرة لقيادة المرحلة القادمة. كل التحديات التي نراها اليوم ما هي إلا موج، ما هي إلا موج سوف يتعدى هذه المرحلة، وسوف نصل إلى ذلك الوقت الذي يقول الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كل ما يجري اليوم هي بشارات رعب وخوف لدى قوى الاستكبار، وهذا كله ليس من عملنا وإنما من عمل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا تسديد من الله سبحانه وتعالى. نحن لم نفعل شيء، كل ما يفعله هو الله، ملجأنا الله والنصر من عند الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وما النصر إلا من عند الله. ورحم الله من أعاد سورة الفاتحة لأرواح الشهداء، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.